ولمزيد من المتابعة والتفاصيل حول مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس وأيضا تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أكرم سليمان السلمي، أستاذ هندسة الموانئ عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا. تحياتي لك دكتور أكرم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور اكرم. دكتور اكرم، اليوم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين عدد كبير من الوحدات البحريه، وايضا قام بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس. بدايه، اهميه هذا المشروع توسعه وتعميق القطاع الجنوبي لقطاع طبعا لقناه السويس، وايضا تدشين عدد كبير من الوحدات البحريه في هذا الوقت وفي هذا القطاع تحديدا. الحقيقه يمكن الموضوع في غايه الاهميه بنوصله بنظره متكامله للتطوير اللي حاصل في مصر كلها والتطوير اللي حاصل لقناه السويس على اكثر من محور. نعم. المحور الاول هو البنيه الاساسيه. احنا منذ سنوات قليله احتفلنا بالخطوات الجديده، لكن دائما في تطوير وتطوير مستمر يضمن دائما ان قناه السويس اهم ويعني واكثر محور قادر على المنافسه بشكل كبير على مستوى العالم. تطوير القطاع الجنوبي الحقيقي بيدينا فرصه كبيره جدا لتقليل زمن العبور داخل قناه السويس، اجتزام سفن اكبر، وده الحقيقه بيخش في نفس السياق يعني التطور الكبير لحد قناه السويس اللي بيؤدى الحقيقه لنتائج واضحه جدا الناس كلها لازم تكون حاسه بيها وشايفاها، يعني اعلى معدل سنوي في السويس، اكبر ولايه في قناه السويس. بالاضافه كده الحقيقه هذا محور معه محور هام جدا وهو تطوير المعدات. المعدات اللي بتعمل داخل القناه من القصر والارشاد النهارده بتتناسب مع احمال السفن الكبيره الموجوده. المحور الثاني هو وضعات ايضا اهميه واخد اهتمام كبير من فخامه الرئيس ومن الدوله المصريه ورئيس السويس، هو تطوير العنصر البشري. يبقى عندنا كوادر قادره على التعامل مع تكنولوجيا جديده. دكتور اكرم، دكتور اكرم بعد اذن حضرتك، هل لك ان تغير مكان الاتصال حتى نسمعك بوضوح؟ ايوه اتفضل. كنت بقول لحضرتك ان التطوير شامل ثلاث محاور، البنيه الاساسيه وده عنصر الثقافه الاهميه، ايضا المعدات. نعم. والثروه البشريه الكبيره تمتلكها هيئه قناه السويس وتمتلكها جمهوريه مصر العربيه. دكتور اكرم، ما التاثير الايجابي الذي سوف يعود على هيئه قناه السويس بعد تطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس وايضا بعد دخول الوحدات البحريه الجديده؟ الحقيقه يعني النتائج في غايه الاهميه. رقم واحد، قناه السويس ممر ملاحي بعيد عن المنافسه. مفيش ممر ملاحي اخر او مفيش اي طرق بديله ممكن تكون منافسه لقناه السويس. ضمان ان قناه السويس وقناه السويس بعيد عن اي منافسه، دي رقم واحد. نعم. اثنين، الحقيقه وده توجه استراتيجي، زياده عدد السفن، زياده الحمولات، وهينعكس ايجابا هي بشكل مباشر على التطوير اللي حاصل في المنطقه الاقتصاديه والمشروعات الضخمه الصناعيه واللوجستيه. العنصر الثالث وهو في غايه الاهميه، يعني هي فرص عمل، فرص عمل كبيره جدا للشباب، القوه الكبيره تمتلكها مصر. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور اكرم سليمان السلمي، استاذ هندسه الموانئ عميد كليه الهندسه والتكنولوجيا.